بس انا بقول مباراة اصلا الجاية دي انا بكون جاهزة، بس يا ناس بيرجع بمرن كتير ما قال كلاش نجات عليه لاني انا فينا بكون انا ناس جوبا بكون فرحانين كلاش انا برا نوم ما عندنا كلاش ثاني انا بقول قال فينا باقيين اللي بكون جايين تعبانين ونشوف، لكن اول فاول بس انا دير نقول يعني فينا ناس جوبا كرم شجع بناتهم يعني شجعنا عشان شنو انا بوصل بتمرينات ما قال لي كلاش ناس بكون فرحانين قال فينا كلاش انا مش كده يعني كلاش عندنا جاي، لكن كرم لسه تور عشان في اكتر ثانيين بالمره ديرن كمان كده تورا عشان شنو انا بتاع كويس. اوزيل تم تعيينه كسفيره بتاعه الكره النسويه خلال فتره فات بالاعلان من الاتحاد العام الاسي، الجمهور شافوك في خلال المباريات اللايف بتاع الكره دار ترد ودار تقول شنو؟ اوكي انا بقول شلون من بس زي يعني ما قال فينا كانت الكره يعني بكون عشان انا كويس انا بكون سفير، لكن شنو دي انا برسل رساله انا بلعب كان انا مش ميدان ثاني يمكن زولتان بان قال فيهم بيتك قال يا سفيرة كورة نسوية في جنوب السودان بالا يعني بيشجع بنا تاني اندونيا بكون ديري على وكان الفات بكون في محل تاني يعني الناس باين زيري قال كان ديك بقدر بيدا بقدر رسول في مرحل داك ما لانا ما بقدر رسول انا ما اكسن من باقين تاني في ناس البارا اكسن مني، لكن عشان شنو انا بيجا كلاس في محل دي لكن انا ما بقول قال فينا كلاس انا ما بالا انا بالا عشان بيشجع باقين الكوارة تايدر اللي الفكار اللي الاندونيا دير على كورة ده عشان جاكو الفكورة عشان كمان ومساعدة بلد عشان بلد مرا كده سوري يا رسالة. شكرا كثير كابتن وزير، اسمك منو بكامل؟ أنا اسمي استا لويس اليسا.